معاه في كل لحظه ممكن جدا يبقى طبعا في وصول للمرمى. اتلعبت الكوره وهي الساحره المستديره، هو الوادي دجله يا جماعه، وهي دي كره القدم. ويا سلام الهدف الثاني اللي كان هيحقق بيها طبعا الثلاث نقاط، لكن ادي الكوره وادي الساحره المستديره وادي فرحه الهدف طبعا التعادل. يا سلام على الثقه، يا سلام على الكوره والاقتدار من عاشور الطاقي خدها في